الفصل الثالث، تمدد وعود القومية. كان الصوت الصادر عن شريط التسجيل أجش، لكن العراقيين جميعا استطاعوا أن يعرفوا صاحبه. إنه صدام حسين يبعث إليهم برسالة. لقد سجل الشريط في مخبئه السري قبل وقت قصير من اعتقاله، وكان موجها كما قال إلى الشعب العراقي والأمة العربية بمناسبة عيد ميلاده المصادف في 28 من نيسان أبريل 2003. ومن هنا كان الشريط من بضاعة صدام الكلاسيكية. ألحى الدكتاتور المخلوع باللائمة على الخونة للسرعة التي انهارت بها قواته، بما سمح للقوات الأمريكية أن تقتحم بغداد في غضون بضعة أسابيع لا غير، طبقت فيها أسلوب حرب المناورة الخاطفة، كما أهاب بالعراقيين أن يتصدوا للاحتلال ويبقوا مخلصين للشرق العربي والشعور القومي، وهم سيخرجون منتصرين بالتأكيد إذا ما ثابروا على التحدي غير هيابين كما قال. لطالما كان صدام ميالا إلى إثارة والمواقف الدرامية، ويعرف عنه حسه التاريخي القوي، وللتأكد من أن مواطنيه قد فهموا معنى ما حدث، وكذلك لتسميم البئر للأمريكيين، عمد صدام إلى إجراء مقارنة ما بين سقوط بغداد في أيدي الأمريكيين عام 2003 وسقوطها أمام جحافل المغول في عام 1258. الاجتياح الأول حمل معه نهاية الخلافة، وهو محفوظ في ذاكرة العرب السنة باعتباره طامة كبرى، وما استحالت مياه النهر في عاصمة العباسيين المتحضرة سوداء فاحمة بفعل حبر المخطوطات التي ألقيت فيها، وحمراء قانية لغزارة ما سفك المغول من دماء في المجازر التي اقترفوها. أعرب صدام عن الأمل في أن يرى العراقيون في مقاومة قوات التحالف المحتلة واجبا إسلاميا فرض عين، ومن هنا عقد مقارنته المشؤومة التي شبه فيها تقاعس الشيعة عن مقاومة الأمريكان بالإثم الفاحش الذي أتاه ابن العلقمي الوزير الشيعي لآخر خلفاء بني العباس الذي يظن أنه تواطأ مع المغول على استباحة بغداد. قال صدام: مثلما دخل زعيم المغول هولاكو بغداد، كذلك دخل المجرم بوش بغداد بالمساعدة العلاقمة. ومعنى كلامه هذا كان بينا بذاته لا يحتاج إلى توضيح، فكما أن الشيعة خانوا الإسلام في عام 1258، ها هم يغدرون به ثانية في عام 2003. ومنذ أن استحضر صدام شبح ابن العلقمي، والإشارات إليه دائمة الحضور في بيانات المتمردين والمتشددين السنة. ومع اشتداد آلام المخاض الدامي للحرب والاحتلال في العراق، فقد حمل الشيعة كرة أخرى تبعة الإخفاقات الذريعة في العالم العربي. فبعد أن اضطهدوا ونكل بهم طويلا من جانب الدولة العراقية المهيمن عليها سنيا، ها هم الشيعة يلامون الآن على الكارثة التي ألمت بالسنة في العراق الجديد وامتدادا في الشرق الأوسط قاطبة. إن الطريقة الجاهزة التي تسنى لشخصية بعثية علمانية كصدام حسين أن يستحضر بها ضغينة سنية عمرها 7 قرون بغية اللجوء إلى الافتئاد الطائفي، إن هي إلا إشارة إلى أن المفاهيم والمقولات التي يتم استخدامها في أكثر الأحيان لشرح الشرق الأوسط للجمهور الغربي، وأعني بها الحداثة، الديمقراطية، الأصولية، القومية العلمانية وما إلى ذلك، لن تعد تفي بعد اليوم بالمراد لتفسير حقيقة ما يجري. إنها الحزازات القديمة ما بين الشيعة والسنة، ما يبني المواقف ويعبئ العصبيات ويرسم الحدود السياسية، لا بل ويقرر ما إذا كانت الاتجاهات المذكورة أعلاه لها صلة بالموضوع وإلى أي مدى. إن صعود الدولة الحديثة حمل في طياته تبدلا في بنية المجتمع الشيعي، وذلك من خلال تفكيك الروابط التي كانت فيما مضى تشد الكثرة الكاثرة من الشيعة شدا محكما إلى طائفتهم وزعمائهم. فقد اتجه الشيعة من الطبقتين الوسطى والعالية إلى تحصيل العلم في المدارس العلمانية سواء في الغرب أو داخل الوطن، ضمن معاهد أنشأتها الإرساليات التبشيرية الأوروبية مثل كلية كينيرت أو كلية فورمان المسيحية في لاهور، وكلية بغداد وجامعة طهران الأمريكية والجامعة الأمريكية في بيروت، ولاحقا في تلك المعاهد التي تأخذ بالنظم التربوية الحديثة في بلادهم. وهكذا صار البعض منهم علمانيا في نمط عيشه أيضا، أو اعتنق المذهب السني من أجل تسهيل حركة الترقي إلى الوظائف العليا بالطريقة التي قد يتحول بها مواطن معمداني من الجنوب إلى أسقفي في بعض المحافل من المجتمع الأمريكي، وآخرون افتتنوا بالأصولية السنية التي كانت تكسب المزيد من الأنصار فضلا عن تعزز مكانتها سياسيا ودينيا على حد سواء. خذوا باكستان في 70ات القرن الماضي وأذربيجان في 90ات القرن عينه مثلا، كان التشيع هناك يرى على أنه هامد سياسيا ويحفل على نحو مفرط بأمور العبادات والطقوس.
وعلى النقيض منه كانت الكفاحية السرية تمثل صورة بطولية مشرفة، إذ كانت تبدو طهرانية ديناميكية وملتزمة سياسيا، فشعر العديد من الشباب الشيعي الناهض بما لهذه الصورة من جاذبية سحرية، فانقلب سنيا أو شرع على الأقل يمارس التشيع كما لو كان سنيا. وأدى التحديث كذلك إلى ظهور اتجاه نحو العلمنة تجلى بنوع خاص بين أبناء الطبقتين الوسطى والعليا من الطائفة الشيعية في لبنان والعراق وإيران وباكستان. وقد لعبت النخبة العلمانية دورا بالغ الشأن في السياسات اليسارية على اتساع الشرق الأوسط كله، عزاه البعض إلى التباهي القطري لدى التشيع مع الفقراء والمعدمين، فيما نسبه البعض الآخر إلى رغبة لدى الشيعة في تركيز السياسة على المسائل الأيديولوجية التي تحرك الانتباه عن المشاكل المؤلمة الناجمة عن الهوية الدينية. ففي العراق كان الأعضاء القياديون في الحزب الشيوعي العراقي وعلى الدوام من أبناء الطائفة الشيعية، وما زال الأمر كذلك إلى يومنا هذا. وعلى النسب عينه تصوت الغالبية الساحقة من الشيعة في باكستان وكالمعتاد لحزب الشعب الباكستاني، حزب يسار الوسط العلماني والمطية السياسية لأسرة بوتو. ومن شأن هذه العادة السياسية أن تعزز فقط الشكوك لدى يمين الوسط السني في باكستان حيال جيرانه الشيعة. كذلك أدخل التحديث تحولات على طبيعة العلاقة ما بين النخبة الشيعية والطائفة التي تنتمي إليها في وقت مبكر من بدء عملية تكوين الدولة في باكستان والعراق والبحرين ولبنان. كان ممثل الطائفة الشيعية في تلك العملية هم الوجهاء والأعيان زعيم العربية أو زمندار الأردية، وكانوا في غالبيتهم من ملاك الأراضي وزعماء العشائر. وقد اعتاد هؤلاء إجراء صفقات مع الطبقة الحاكمة السنية، ومن خلال مثل هذه المساومات وجد الشيعة العاديون مواقع جد متواضعة لهم في الدول الناشئة حديثا. كان الوجهاء يستفيدون من ارتباطهم بالسلطة، وفي المقابل كان المطلوب منهم أن يمثلوا طائفتهم ويكبحوا جماحها في الوقت نفسه. تلك هي الحال إلى الآن في البحرين والمملكة العربية السعودية، حيث يحصر الحكام السنة المشاركة السياسية الشيعية في ضرب من لعبة الوجاهة، غير أنه في العديد من الأماكن الأخرى عملت التحولات الاجتماعية وشيئا فشيئا على إضعاف قبضة ملاك الأراضي وزعماء العشائر. فثمة نفر قليل من الإقطاعيين الريفيين مثلا من يمارس نفوذا واسعا في المدن الكبرى، حيث يتواجد الشيعة بأعداد غفيرة من الطبقتين الوسطى والدنيا، فهواء المدينة هواء حر على ما يقول المثل السائر. وبالتالي فإن الشيعة الذين لم يعودوا مقيدين بعد اليوم بالأعراف الصارمة للحياة القروية وإيقاعها الزراعي البطيء، باتوا يتطلعون بإلحاح ويتوقعون أن تكون لهم كلمة مسموعة في السياسة. هذه السيرورة هي التي غيرت السياسة الشيعية في لبنان خلال عقد السبعينيات من القرن العشرين. في ظل النظام السياسي الطائفي المعمول به في لبنان، كانت تجري قسمة الغنائم بين الطوائف، وكان ملاك الأراضي من الشيعة من أمثال آل الخليل وآل الأسعد وآل الزين يمثلون صوريا كل الشيعة، وإن كانوا في واقع الأمر يحمون مصالحهم الخاصة ليس إلا. وقد أدى تفاقم التوترات من كل لون وشاكلة في جنوب لبنان إلى إطلاق موجة نزوح شيعية واسعة إلى أحياء الفقراء الواقعة جنوب بيروت، فيما غادر العديد من الشيعة الأكثر يسرا للبلاد بحثا عن مستقبل مشرق لهم ولأولادهم في إفريقيا وأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة. التحول الاجتماعي والهجرة ساهما معا في إرخاء قبضة الوجهاء والإقطاعيين، فقام الإمام موسى الصدر الزعيم الديني للطائفة بجمع شمل المتشردمين القاطنين في سهل البقاع غربي البلاد وفي جنوبها أيضا، ونظمهم في إطار حركة سياسية جديدة سميت بحركة المحرومين، وهي التي أضحت في سبعينيات القرن العشرين الصوت الجديد للشيعة في الحياة السياسية اللبنانية. وعندما اندلعت الحرب الأهلية عام 1975 أفسحت حركة المحرومين في المجال لمنظمة سياسية وميليشيا باسم أمل، من الأحرف الأولى باسمها الكامل أفواج المقاومة اللبنانية. وهذه الأخيرة هيمنت على السياسة الشيعية إلى حين بروز حزب الله في ثمانينيات القرن العشرين بدعم سوري وإيراني. أما أمل فصارت حزب كثير من التجار الشيعة اللبنانيين في فريتاون وأكرا وكينشاسا وديترويت الكبرى، وثراء هذه الجاليات في الشتات بات عنصرا ماليا مهما في السياسة الشيعية اليوم. ومما تجدر الإشارة إليه أن الشيعة العلمانيين ليسوا هم من استفادوا إلى أبعد حدود الإفادة من التغييرات الطارئة على المجتمع والسياسة الشيعيين، بل رجال الدين أو العلماء. ففي لبنان الذي ازداد بروزا ونفوذا
كان الإمام موسى الصدر ولاحقا زعماء معممون كمحمد حسين فضل الله وحسن نصر الله زعيم حزب الله. وفي جنوب وشرق العراق حدثت عملية مماثلة، ذلك أن الإصلاح الزراعي الذي طبق في أواخر عقد الخمسينيات من القرن الماضي حرر الفلاحين الشيعة من سطوة الوجهاء السياسية، وإذا بمدينتي بغداد والبصرة وغيرهما تتضخم سكانيا على غرار ما حصل لبيروت. كيف لا والنزاعات وأعمال الاضطهاد وارتفاع معدل المواليد دون ما توقف والبطالة الضاربة أطنابها في المناطق الريفية إلى آخره، دفعت بملايين من الشيعة إلى خارج المزارع وحتى من القرى نفسها. خرج هؤلاء الناس في سيل متصل نحو الضواحي الشاسعة والبائسة كحي الزعفرانية جنوب بغداد أو مدينة الصدر، ذلك الحي الشيعي المترامي الأطراف الذي يلتف حول العاصمة العراقية من الجهتين الشرقية والشمالية. فلم تعد لفقراء بغداد أو البصرة في أقصى الجنوب أي صلة بعد الآن بالسلطة المتخشبة في مزارع أسلافهم وأهوارهم. أما الخدمات الاجتماعية التي هم بأمس الحاجة إليها حيث هم في أحياء الصفيح، فجاءتهم عبر جهود زعماء دينيين من أمثال آية الله محمد صادق الصدر الذي أعلنه صدام حسين عام 1999 وهو والد مقتدى الصدر. وبالنتيجة حين انهار نظام صدام أمام الدبابات الأمريكية، لم يكن عالم الرياضيات المتحول رجل السياسة أحمد الجلبي أو الطبيب المتحول ناشطا سياسيا إياد علاوي من برز لقيادة الشيعة، بل الصدر والسيستاني ورجال الدين من المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق. وفي إيران هي الأخرى، وبعد عقود من محاولات التحديث كان رجال الدين الملالي وليس الزعماء العلمانيين من ورث عباءة الشعب، وهذا راجع إلى الوشائج القوية التي كانت تربط العلماء تقليديا بأبناء رعيتهم، لكن التغيير الحاصل في صفوف العلماء كانت له أهميته أيضا، فالعديد منهم قد تبنوا مقاربة جديدة إلى السياسة على غرار موسى الصدر والخميني وباقر الصدر والأخوين الحكيم، فانخرطوا في التعبئة الاجتماعية وتوسلوا العديد من الأدوات الأيديولوجية والسياسية المأثورة عن اليسار حتى وهم يتنافسون وإياه على الفوز بتأييد الشباب. وقد لعب ذلك التنافس دورا مهما في دفع المثقفين والزعماء الدينيين الشيعة إلى التعاطي بجدية مع الأفكار الغربية التي كانت تسود المجال العام. ففي الستينيات من القرن العشرين لفت آية الله مرتضى المطهري الذي سيغدو فيما بعد واحدا من زعماء الثورة النظر إلى الشعبية التي يحظى بها اليسار بين شبيبة البلاد. وفي العراق كتب محمد باقر الصدر في الفلسفة والاقتصاد بأسلوب جديد يستقي مفرداته ومفاهيمه من الفكر الغربي، وكان الغرض من ذلك هو تقديم التشيع إلى الشباب بوصفه فكرا يضاهي الفكر الغربي. فدراسته المطولة في الاقتصاد المؤلفة من مجلدين وتحمل عنوان اقتصادنا تعرض لوجهة النظر الشيعية في العدالة الاجتماعية بلغة جد مألوفة لقراء كارل ماركس، كان الصدر يتعارك والماركسية حتى وهو يعكس تأثيرها فيه. وأقبل الشيعة كذلك على اعتناق الفكرة القومية بحماسة لافتة. في أعقاب الحرب العالمية الأولى تمت صياغة هويات قومية جديدة في بعض الحالات من فراغ، وذلك لتحديد أطر النضال ضد الاستعمار وتقرير طابع الدولة القومية الذي ينبغي ارتداؤه. بالنسبة للشيعة فلا سيما عندما يكون هؤلاء أقلية، كانت القومية العلمانية هوية جامعة شاملة، كونها تعرفهم تعريفا يرتفع بهم فوق المماحكات الجدلية القديمة ويساويهم السنة في أعين الأمة. لقد عجز الشيعة عن الاستحكام بالعالم الإسلامي أيديولوجيا أو سياسيا، وكابدوا آلام ومخاطر التهميش، وها هي الدولة الحديثة تريهم سبيل التقدم إلى الأمام من دون حمل وزر هويتهم الدينية. في إيران لم يكن للقومية تلك الدلالات والتضمينات، لأن الشيعة يشكلون الغالبية العظمى، لكن حيث كان الشيعة أقلية أو محكومين من قبل السنة، فقد راقت لهم الفكرة القومية بالطريقة ذاتها التي تجتذب بها الأيديولوجيات الجامعة أبناء الأقليات منقادين وراء وعود التكافؤ والمساواة. لهذا السبب اعتنق الشيعة القومية العربية والقومية الباكستانية فضلا عن الوطنية العراقية أو اللبنانية، متخيلين في كل حالة من تلك الحالات مجتمعا لا أهمية فيه للفوارق بين السنة والشيعة. وهكذا حمل العالم الحديث معه في جلبابه القومي على الأقل الوعد القاطع لإنهاء قرون من التحيز والتعصب المؤلم.
غير أنه تبين أن هذا الوعد وعد خادع، مع جروح الدول الحديثة أكثر فأكثر نحو الاستبداد والتسلط وإظهارها شغفا باستخدام التخلصات الطائفية السنية لتدعيم ركائزها السلفوية. لقد تخلقت الدول الحديثة في الفوارق نفسها التي أمل الشيعة بأن تردمها، إذ عملت تلك الدول على تقوية مفاصل الحكم السني وزيادة تهميش الشيعة، والأنكى من ذلك أنها أعطت قوة دافعة إضافية للطائفية. الأفكار التأسيسية لتلك الدول، وبالرغم من تلك الطبقة الرقيقة من الكلام المنمق عن الانصهار التي كانت تغطيها، لم تتخذ ما يلزم من ترتيبات لاحتضان الطبقات المحرومة اجتماعيا واقتصاديا التي غالبا ما كانت لأكثريتها من الشيعة كما في العراق ولبنان. وبقي التهميش يلاحق الشيعة فيما هم يواجهون التمييز المأسس وألوان المضايقات وحتى التحيز الشديد ضدهم في حياتهم اليومية. وتبدد وعود القومية بدا كأجلى ما يكون في العالم العربي، لكن حتى في الهند وجدنا حماسة الشيعة للقومية الإسلامية إبان السنوات المفضية إلى التقسيم والاستقلال وولادة دولة باكستان عام 1947 تتلاشى لتحل محلها خيبات الأمل. لقد حظيت الحركة لإنشاء باكستان بدعم مبكر من الآغا خان زعيم الطائفة الإسماعيلية، وبدعم مالي سخي من جانب ممولين كبار من الشيعة أمثال من ألف إصفهاني وراجا محمود أباد من مدينة لكنو، وهو أمير شيعي وأكبر مالك للأراضي في شمال الهند. خلافا للقومية العربية، كانت القومية التي وقفت خلف إنشاء دولة باكستان قومية إسلامية جامعة ولم تكن سنية على وجه التخصيص. إن فكرة باكستان بوصفها وطناً منفصلاً لمسلمي الهند البريطانية كانت ومنذ البداية تشمل الشيعة والسنة جميعاً، والتركيبة الأولية للإدارة والجيش في الدولة الوليدة عكست هذه الوضعية. إن مؤسس باكستان محمد علي جناح كان إسماعيلياً بالبلادة وشيعياً 12 بالعقيدة، مع أنه لم يكن ممارساً لواجباته الدينية. كان قد تمرس في إينز أوف كورت في لندن، وكان أكثر إلماماً بالقانون الإنجليزي منه بالفقه الشرعي الشيعي، ولم يحدث أن شارك في المواكب العاشورائية، عدا عن أنه كان يمتلك خزانة ملابس تحوي من البدلات الغبية بقدر ما فيها من أردية محلية. مع ذلك، وبقدر ما يتعلق الأمر بكونه مسلماً وناطقاً بلسان القومية الإسلامية، كان محمد علي جناح شيعياً. لعب إخوانه في المذهب دوراً خطيراً في حركته، وعلى مر السنوات كان العديد من قادة باكستان من الشيعة، بمن فيهم واحد من أوائل الحكام العامين للبلاد، وثلاثة من أوائل رؤساء الوزارة فيها، واثنان من قادتها العسكريين الجنرال إسكندر ميرزا والجنرال يحيى خان. دعا كالعديد من أبرز الموظفين العامين وملاك الأراضي والصناعيين والفنانين والمثقفين الباكستانيين، واثنان من رؤساء الوزارة اللاحقين العاثر الحوض ذو الفقار علي بوتو وابنته المتعلمة في رانكليف والمنفية في الوقت الحاضر بنازير بوتو، كانا هما أيضا شيعيين. أحست بنازير بتغير اتجاه الريح في تسعينيات القرن العشرين فاعتنقت المذهب السني، لكن أمها الإيرانية وزوجها المتحدر من أسرة إقطاعية شيعية كبيرة واسم أبيها المقترن باسم سيف الإمام علي الشهير ذو الفقار، كل ذلك جعل أصولها الشيعية واضحة للعيان لا تحتاج إلى بيان. إن تحول بنازير بإرادتها إلى المذهب السني يحكي لنا قصة القومية العلمانية التي بدت ذات يوم وعدا صلبا، وكيف أنه انهار مثل لوح خشبي نخره السوس تحت أقدام الأقلية الشيعية المحاصرة في باكستان المعاصرة. كان والد بنازير ينتمي إلى أسرة من كبار ملاك الأراضي الشيعية قادرة على إرسال ابنها للدراسة في جامعة بيركلي بكاليفورنيا وجامعة أكسفورد بإنجلترا. كان شخصا مندفعا مفعما بالحيوية والنشاط، طموحا نبيها وعلمانيا، كما كان خطيبا مفوها ولديه المقدرة على حمل حشد من مليون شخص على الرقص ومن ثم البكاء. وبراعته الخطابية هذه كانت تتلاعب بعواطف الجماهير بالبراعة عينها التي تجدها عند الوعاظ الشيعة، ودعوته إلى العدالة الاجتماعية تلاقت مع ما يحمله التشيع من قيم في هذا الشأن. وحتى علم حزبه كان مكونا من ألوان التشيع، أي الأسود والأحمر والأخضر، ومع أنه لم يتفاخر يوما وبصورة علنية بخلفيته الاجتماعية الشيعية، استطاع علي بودو أن يفوز بولاء جماهير الشيعة في باكستان، وهي التي تشكل قرابة خمس عدد سكان البلاد.
وما كان ينقصه في مجال القيام بالفرائض الدينية المعتادة كان يعوضه بتحمسه الشديد للأولياء الصالحين ومزاراتهم، ولا سيما مزار لان شهباز قلندار الولي الصوفي من أصل شيعي بالشعبية الواسعة الذي يعد قبره من أهم الأضرحة في جنوب باكستان. شكلت السنوات التي أمضاها ذو الفقار علي بوجو في السلطان من 1971 إلى 1977 أوج النفوذ الشيعي في باكستان وذروة البعض لقومية إسلامية جامعة حاضنة للجميع، لكن البلاد التي بناها محمد علي جناح وحكمها ذو الفقار علي بوجو كانت قد تحولت مع الزمن إلى بلاد سنية من حيث وعيها بنفسها. الهوية السنية التي اكتسحت باكستان لم تكن فوق ذلك من الصنف الصوفي المسالم بقدر ما كانت من النوع الحاد وغير المتسامح أبدا. هذا المزيج من العلمانية والشعبوية المدعوم شيعيا عند علي بوجو ملطخا بأعمال الفساد ونزعته السلطوية الاستبدادية التي لا ترحم سقط أخيرا في انقلاب عسكري قاده جنرالات متدينون من السنة تحت تأثير أصوليين متشددين. وفي شهر نيسان أبريل 1979 شنقت الدولة بوتو بعد أن وجهت إليه تهما بالقتل مشكوكا فيها، وكان الجنرال السني محمد ضياء الحق المدعوم بقوة من الأحزاب الأصولية السنية هو الذي أمر شخصيا بتنفيذ حكم الإعدام، حتى بعدما أوصت المحكمة العليا الباكستانية بإبدال عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد. أنهى انقلاب عام 1977 التجربة الباكستانية مع القومية الإسلامية الجامعة. صحيح أن الساسة والقادة العسكريين وكبار رجال الأعمال الشيعة لم يختفوا عن المسرح، غير أن أسلمة البلاد بشكل دؤوب، والأسلمة هنا تعني تغليب المذهب السني تحديدا، جعلت باكستان تبدو أكثر فأكثر أشبه بالعالم العربي، حيث السنة يتبوؤون المراتب العليا والشيعة يدفعون إلى الهامش بالتدريج. أجل إن باكستان تلخص ومن نواحي عديدة جوهر التبدل السياسي الذي واجه الشيعة، وما زال الدولة الحديثة تراوغهم بوعودها وفي ظنهم أنها قومية علمانية جامعة، في حين أنها واقعة عمليا تحت الهيمنة السنية. في العالم العربي تعلم الشيعة الدرس القاسي، وهو أن الأنظمة والأيديولوجيات العلمانية قد تأتي وتذهب، لكن أشكال التحيز والافتئات السنية لا تحول ولا تزول. الحكومات التي أعقبت الحكم العثماني أو الاستعمار الأوروبي بدأت بصفتها قومية جامعة، غير أنها كانت في الحقيقة فروعا للبنية السلطوية عينها التي طالما دعمت الهيمنة السنية ووطدت أركانها. فالنخب السنية نفسها، أعني ملاك الأراضي ووجهاء العشائر وكبار العسكريين والموظفين الإداريين، هي ما كان في أغلب الأوقات يدير شؤون الحياة اليومية قبل الاستقلال وبعده. خذوا مثلا الدولة العراقية المسيطرة عليها سنيا التي اصطنعها موظفو الإدارة الاستعمارية البريطانية بالاشتراك مع زمرة الأمراء الهاشميين من شبه الجزيرة العربية. لقد كان فيها شيء قليل من التعيين التجميلي للسياسيين وأعيان من الشيعة في البرلمان، ولكن لا شيء أكثر من ذلك في اتجاه تعزيز النفوذ الشيعي. وحتى على كثرتهم العددية لم يتسنى للشيعة أن يحكموا أو حتى أن ينالوا نصيبا عادلا من السلطة في العراق الحديث. فسواء في ظل العثمانيين قبل عام 1921 أو سلطة الانتداب البريطاني وزبائنها المختارين من الملوك الهاشميين بعد ذلك التاريخ، بقي السنة العمود الفقري للسلطة والجيش والبيروقراطية الإدارية التي حكمت بفاعلية البلاد ما بين النهرين. قام الشيعة بمحاولة متشنجة للوصول إلى السلطة في صيف عام 1920 عندما انضموا إلى القبائل السنية في حربتها ضد الإنجليز، لكن الثورة باءت بالفشل، فوقعت الملامة على الشيعة ونالوا الوطأة العظمى من الانتقام البريطاني. وفي أعقاب الثورة ازداد الإنجليز تشبثا بطبقة الجندرمة السنية المحلية العربية التركية المختلطة التي كانت تحيط بعرش الملك فيصل الأول صديق لورنس العرب والأمير البدوي ابن شريف مكة ووريثه. ولكي يعوض السنة عن وضعهم كأقلية في العراق عمدوا إلى إدماج هوية البلاد ضمن هوية العالم العربي السني الأكبر. وفي هذا المخطط لم يكن ينظر إلى الشيعة على أنهم شركاء في الوطن، بل اتهموا بدلا من ذلك بتمثيل المصالح الإيرانية وتاليا بعدم الإخلاص للقضية العربية، فكان نصيبهم التهمش.
فلم يكن للعراق رئيس وزراء شيعي قبل عام 1947 أي بعد زهاء 28 سنة من تكوين البلاد. وإذ وجد الشيعة المحبطون أنفسهم مبعدين إلى أطراف الحياة الوطنية، فقد فر عدد كبير من زعمائهم الدينيين من النجف وكربلاء إلى إيران، واستسلم الشيعة المنهكون والمهزومون للحكم السني في أعقاب الثورة المتهورة، تلك الثورة التي طارد شبحها آية الله السيستاني بعد انقضاء 8 عقود. فحذر الشيعة من تكرار أخطاء 1920 لما حث على التحلي باعتدال خلال وبعد عملية القضاء عسكريا بقيادة الولايات المتحدة على نظام صدام حسين، لأنه كان يخشى إن فعل العكس أن تسلم الولايات المتحدة وبريطانيا مفاتيح البلاد إلى السنة وتحبس الشيعة خارج السلطة مرة جديدة مثلما فعل الإنجليز من قبل. إن القومية العربية التي حددت الهوية الوطنية والإقليمية في الشطر الأكبر من حقبة ما بعد الاستقلال هي في لبها وجوهرها ظاهرة سنية، وإن كان العديد من مفكريها لمن صاغوا الفكرة ولا سيما تعبيرها الأشد خوفا وسنية البعث من المسيحيين. إنها وريثة الخلافتين الأموية والعباسية والسلالتين الأيوبية والمملوكية بما هي التجليات التاريخية للسلطة الإسلامية والعربية. لقد استحضرت وعود القومية العربية بالنصر والمجد ذكريات الجبروت الإسلامي في القرون الوسطى، واعتمدت على ذلك الإرث لرص صفوف الجماهير حول قضيتها. والدول الرافعة للواء القومية العربية مصر وسوريا والعراق كانت كلها مراكز للسلطة السنية، وزعماء البلدين الأخيرين بالأخص ادعوا أحقيتهم بقيادة العالم العربي من عاصمتين ترتبط سمعتهما بمكانتهما السالفة كحاضرتين للدولتين الأموية والعباسية على التوالي. والحال أن القومية العربية العلمانية والوطنية في الرؤية والاشتراكية في العقيدة، وإن شكليا كانت في الواقع ضربا من العلمنة للهوية السياسية السنية في العالم العربي. بالرغم من أن الأقلية العلوية المهيمنة سياسيا على سوريا القاعدة الداخلية لأسرة الأسد الحاكمة لا تتماهى مع التشيع، إلا أن جذورها ضاربة فيه، وليس إلا في نهاية السبعينيات من القرن العشرين الأقر العلويون بذلك. فحيال تصاعد الوعي السني بين سكان البلاد عموما التمس نظام الأسد من الإمام موسى الصدر وآية الله الخميني إصدار فتوى مؤداها أن العلويين شيعة وبالتالي مسلمون. تنبغي الإشارة هنا إلى أن القومية العربية حتى في ظل نظام الأسد كانت تروق على الدوام للوعي السياسي السني في سوريا، والحركية السنية المتعاظمة في سوريا منذ أواخر السبعينيات من القرن العشرين حتى وإن قمعت بوحشية بالغة من قبل نظام الأسد في بعض الأحيان لتؤكد حقيقة واحدة، وهي أن سوريا في صميمها بلد سني حتى العظم. القومية العربية إذن تضمر تحيزا متأصلا ضد الشيعة، والشيعة وإن كانت لغتهم الأم هي العربية فإنهم ليسوا بحكم هذه الواقعة أعضاء متساوين في الأمة العربية. إن قوة الجاذبية الطائفية لشديدة حقا، والشيعة إنما يحسبون من الدخلاء بمعنى ما مما لا يمكن الركون إليهم، فكانوا بذلك عرب الدرجة الثانية. فمهما تحمس هؤلاء للانتساب إلى حزب البعث على ضفاف دجلة والفرات، أو أنشدوا المدائح لعبد الناصر على ضفاف النيل، أو حاربوا من أجل القضية الفلسطينية على ضفاف الأردن، فإن دماء ودموع وعرق الشيعة في سبيل القضية العربية قد تكون مرحبا بها أو منتظرة منهم، لكنها لا تعطيهم حقوقا متساوية حتى ولو على سبيل البدل لقاء مثل تلك التضحيات. نظرا للتمييز الممنهج في المعاملة تجاههم، لم يتمثل الشيعة قط تمثيلا صحيحا سواء على صعيد الإدارة أو في صفوف ضباط الجيش في أي بلد عربي. في المملكة العربية السعودية القسم الأعظم من العمال في صناعة النفط هم من الشيعة، واحتياطي المملكة من النفط يقع في أغلبه تحت سطح المنطقة الشرقية من البلاد ذات الغالبية السكانية الشيعية. وفي العراق أكثرية المجندين إلزاميا في جيش صدام الضخم كانوا من الشيعة بالدرجة الأولى، وقد أعطتهم أعدادهم هذه شيئا من الأهمية في أعين الرؤساء وقادة الجيش في المناسبات، لكن الشيعة لم يرتقوا يوما إلى ما فوق السقف الزجاجي الفاصل بينهم وبين النخبة السنية. قلة قليلة منهم شأن محمد سعيد الصحاف وزير الإعلام الأخير وكثير الجلبة في حكومة صدام حسين قيض لها أن تذوق طعم الشهرة،
غير أنهم كانوا مجرد رموزا في عالم لم يطأ فيه الشيعة قط أرض الأروقة الحقيقية للسلطة. كان صدام حسين يحب الإفادة إلى أقصى حد من الشطر الثاني من اسمه أمام رعاياه من الشيعة، غير أنه اعتاد مع ذلك على وصف الشيعة لأذناب إيران، ولجأ بصفة دورية إلى تطهير حزب البعث من أعضاء الشيعة ليضمن بقاء مقاليد سلطة الدولة وراية القومية العربية راسخا في أيدي السنة. كان الجنود الأنفار الشيعة يملؤون صفوف المهلهلة للمجندين الإلزاميين في جيش صدام النظامي السيء التجهيز والتدريب، بينما كان قوام الحرس الجمهوري والحرس الجمهوري الخاص وهما من وحدات النخمة في القوات المسلحة من السنة دونما استثناء تقريبا. وقد أفصح الشيعة عن رأيهم في حزب البعث عندما أصروا على إدراج مادة في مسودة آب أغسطس عام 2005 للدستور العراقي تحظر قيام المؤسسات العنصرية بكافة أشكالها، وكانوا يقصدون بها من بين الأمور الأخرى حزب البعث، كما تمنع البعثيين السابقين من تقلد الوظائف العامة.